تحياتي لحضراتكم من جديد. زيارة ناجحة للرئيس عبد الفتاح السيسي لموسكو استمرت لمدة 3 أيام، عقد خلالها الرئيس عدد من اللقاءات الرسمية مع المسؤولين في دولة روسيا الاتحادية، ومن أهمها لقاء مع رئيس المفوضية الاقتصادية للاتحاد الأوراسي. بعد ذلك كلمة ألقاها الرئيس أمام المجلس الفيدرالي الروسي، ليعقبها جلسة مباحثات ثنائية بين الرئيس السيسي ونظيره الروسي فلاديمير بوتين، تناولت العديد من القضايا ذات الاهتمام المشترك والدور الإقليمي الذي تلعبه القاهرة وموسكو في تهدئة الأوضاع الحالية بالشرق الأوسط. مكاسب عديدة ونتائج منتظرة من هذه الزيارة الناجحة والتي قام بها الرئيس عبد الفتاح السيسي. دعونا نركز من الجانب الاقتصادي تحديدا والمكاسب المنتظرة من هذه الزيارة مع دكتور كريم العمدة، أستاذ الاقتصاد السياسي والذي يشرفنا في استوديو الآن. يا دكتور تحياتي لحضرتك. أهلا بك يا فندم. دعني أتناقش معك في مكاسب هذه الزيارة من الناحية الاقتصادية أولا، وتعلم جيدا أن السياسة والاقتصاد يعني خطان متوازيان يسيران بشكل متكامل ومتوازن معا. هذه الزيارة ربما تكون مختلفة بعض الشيء لأنها عكست طبيعة الشراكة والود والتعامل الإنساني ما بين الرئيس عبد الفتاح السيسي ونظيره الروسي فلاديمير بوتين. هل هذا سيكون له انعكاس مباشر على المكاسب الاقتصادية المنتظرة لمصر من الجانب الروسي؟ بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا زي ما حضرتك اشرتي ان السياسه والاقتصاد هما حتى احنا بنيجي ندرسهم للطلبه هما وجهان لعمله واحده. الاجراءات السياسيه لها تداعيات اقتصاديه والتداعيات الاقتصاديه لها الاثار السياسيه. طيب نيجي نتحدث عن لقاء السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الرئيس بوتين في روسيا. يمكن الرئيسين تقابلوا ما يقرب من 7 مرات، فيهم 5 مرات كانت زيارات متبادله ومرتين على هامش اجتماع بريكس ومجموعة الـ20. طيب احنا الاول لما نيجي نتكلم نقول يعني ما اهمية هذه الزيارة، طبعا احنا نؤكد ان هي زيارة مهمة جدا. طب ليه زيارة الرئيس المصري لروسيا زيارة مهمة جدا، وليه العلاقة مع روسيا مهمة؟ احنا في الاول نقول ما هو وضع روسيا في الخريطة الاقتصادية العالمية علشان نحكم عليها. يمكن نقول ان روسيا الاقتصاد رقم 11 عالميا، حجم الاقتصاد بتاعها $1,600,000,000,000 تقريبا، بتصدر ب 360 مليار وبتستورد ب 260 مليار، لديها فائض تجاري $100 مليار يوجه ل تصدير استثمارات. هي دولة بتصدر استثمارات ويوجه جزء منه أكبر إلى الاحتياط النقدي الروسي. الاحتياط النقدي الروسي هو سادس أكبر احتياط نقدي في العالم بعد الصين وسويسرا واليابان والمملكة العربية السعودية والولايات المتحدة. إذن نحن نتحدث عن دولة كبيرة ولها وضع، سواء من حيث عدد السكان أو من حيث المساحة. هي دولة متقدمة صناعيا ودولة متقدمة اقتصاديا ودولة لها وضع إقليمي وفعال ليس فقط في آسيا ولكن في العالم، ولها يد أيضا في المنطقة ولها تأثير كبير وفعال. صحيح. بالفعل. طيب احنا نيجي نتحدث بقى يعني العلاقات بين مصر وبين روسيا. دايما انا في سؤال بسأله، احنا عايزين ايه من روسيا وروسيا عايزة ايه منينا؟ يمكن نقول ان مصر ابتدت تستعيد ريادتها في المنطقة، مصر أصبحت لاعب فعال ومؤثر في المنطقة، ويمكن روسيا محتاجانا، يعني روسيا محتاجة مصر زي ما مصر محتاجة روسيا. العلاقات السياسية والمصالح السياسية المشتركة وبعدها المصالح الاقتصادية المشتركة، مصر محتاجة من روسيا تشاركها تعمل عملية تأهيل للمصانع نستفيد منها من التكنولوجيا اللي عند الصناعة الروسية. يمكن عملوا اتفاقيات مشتركة بيننا وبين روسيا، مثلا يعني اتفاقية السكك الحديدية. احنا عندنا خط معروف ان الاسطول السكة الحديد المصري مترهل، ويمكن اغلب عربياته خرق بقالها اكتر من 40 سنة، يعني العمر الافتراضي بتاعها انتهى، وعشان كده بتحدث حوادث زي ما احنا بنشوف. يمكن اكبر صفقة قامت بيها وزارة النقل في 2018 لما اتفقوا على 1300 عربية للسكك الحديدية. يمكن برضو يعني بالإضافة للعقد الخاص مع السكك الحديدية وتوريد 1300 عربية، كمان عقد الضبع النووي. يمكن الملفت للنظر في العقدين ان الشركات جايه تنفذ مشاريع في مصر وجايبه بقروضها
ميسرة من الخارج، يعني مش هتحمل على البنوك المصرية أي ضغوط، هتيجي بقروض ميسرة. يمكن التسديد بيبقى على أكتر من 50 سنة، ممكن يوصل ل 30 سنة مثلا زي الضبع النووي، وبعد فترة سماح وبعد التجريب. إذن ده في النهاية بينعكس في النهاية على المواطن المصري، بينعكس على الوضع الاقتصادي المصري. طيب دلوقتي أنا عايزة أربط ما بين وضع مصر ما بين دولتين مهمتين، هذه العلاقة الودية والدبلوماسية والاقتصادية والسياسية نراها دائما ما بين روسيا وكذلك الصين. يعني كانت هناك يعني 6 لقاءات جمعت ما بين الرئيس الصيني شي جين بينغ وكذلك الرئيس عبد الفتاح السيسي، وهناك لقاءات أيضا أخرى جمعت ما بين الرئيس فلاديمير بوتين والرئيس السيسي. الصين وروسيا بالنسبة لمصر وبالنسبة للاستراتيجية طويلة الأمد في الفترة القادمة، هل سيكون لهما منفعة كبيرة بشكل يعني عظيم ربما نراه في الفترة القادمة بالنسبة لمصر، والعكس صحيح؟ بالفعل احنا لو جينا نظرنا ان سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ توليه الرئاسة قام ما يقرب من اكثر من 80 زيارة خارجية، اتجه شرقا. يعني يمكن احنا احتاجنا جدا، كنا دائما نقول ان مصر تتجه شرقا، لكن ابتدت تتفعل الاتجاه لمصر شرقا نحو روسيا ونحو الصين. روسيا عملاق كبير والصين ايضا عملاق كبير، يمكن ابتدى يبقى في توازن في الخريطة الاقتصادية والعسكرية العالمية، اصبح ايضا روسيا والصين لديهم دور مؤثر في العالم ويتعملهم حساب كبير جدا. ماذا هذا ينعكس على مصر؟ احنا لو شفنا ان نلاقي ان في الزيارة الاخيرة للرئيس عبد الفتاح السيسي لروسيا وقع معها اتفاقية الشراكة الاستراتيجية الشاملة، وكما هو معروف ان الشراكة الاستراتيجية الشاملة هي ان تكون شراكة في مختلف القطاعات، سياسية واقتصادية وتجارية وصناعة وزراعة في مختلف المجالات. وايضا في الصين التعامل معها بيكون تم توقيع اتفاقية شراكة شاملة يعني في كل المجالات، وده بينعكس بقى هنبص هنلاقيه ينعكس في ايه. يعني مثلا احنا انا قلت لحضرتك ان في اتفاقية اللي احنا اتعملتها مصر مع روسيا في 1300 عربية سكة حديد كما هو معروف، وايضا اتفاقيه الضبع النوويه شركات روسيه. يمكن احنا لو نظرنا للمفاعل النووي ومحطه الطاقه النوويه اللي هتقوم في الضبع اللي فيها 4 مفاعلات بقدره 4800 ميجا وات، ان مش اي دوله في العالم ممكن تديك تكنولوجيا نوويه او توطن عندك تكنولوجيا نوويه. انت لو اتجهت للغرب مش مضمون ان هو يديك، بعض دول اسيا ما عندهاش الامكانيات الكامله ان هي تصنع لك، لكن انت خدت محطه نوويه من روسيا بتمويل ميسر، وفي نفس الوقت يعني من ضمن شروط العقد انك مثلا توفر لك الوقود النووي، توفر لك النفايات النوويه بتاخدها بتتخلص منها بمعرفتها، بتدرب لك المهندسين والفنيين المصريين في اكتر من مهندس مصري. نفس الحكايه في اتفاقيه العربيات السكك الحديديه الخاصه بوزاره النقل، ان هو ملزم الجانب الروسي او شركه هولدنج او ترانس هولدنج ان هي تنشئ مصنع، بالفعل هتنشئ مصنع في مصر لتصنيع المحطات عربيات السكك الحديديه، هي بتوطن عندك صناعه. الكلام ده الغرب ممكن ما يرضاش يدهولك، يعني ممكن يبيع لك عربيات سكك حديد، يبيع لك جرارات، لكن ما يرضاش يوفر لك مصانع. طب ايه الدافع؟ يعني ايه الدافع الرئيسي اللي ممكن يخلي يعني دولتين مهمين في العالم دلوقتي روسيا والصين، ودايما انا ببقى عايزه اربط روسيا والصين تحديدا لان في يعني توجه واكيد لا يخفى على حضرتك، ما بنيجي نقرا اي مقالات اقتصاديه نلاقي ان الصين وروسيا هم الدول اللي مرشحه في الفتره القادمه ان هم يكتسحوا بعض الدول الاخرى في العالم في صفوف الاقتصاد خاصه الصين. ولكن انا بتكلم في حته الدوافع اللي ممكن تخلي روسيا والصين ان هم يتعاونوا مع مصر في الفتره الحاليه. ايه اللي خلى مصر تبقى بتحظى بمكانه كبيرة لدى هذه الدول؟ طبعا ما نقدرش ننكر ان من منطلقات تلك الدول الأساسية اللي هي بتحط ايدها في ايد مصر، مصر دولة كبيرة من حيث الموارد البشرية، وايضا لديها جيش قوي جدا جدا. يعني وجود جيش قوي والجانب الامني مهم جدا، يعني مصر دولة لها وزن كبير عسكريا ولها وزن كبير اقتصاديا ولها وزن كبير من حيث السوق الكبير. بس الفترة الأخيرة يعني الخمس سنين اللي فاتوا
يعني ربما شاهدنا هذا التغيير إرادة في طبيعة سياسية. الرئيس الإرادة السياسية، الرئيس عبد الفتاح السيسي متجه شرقا، عايز ينوع التعاملات الاقتصادية والتجارية مع كل دول العالم بالتوازي. احنا مش بنقول هو بينكر الغرب، يعني بيقلل من الغرب ولا الولايات المتحدة، ولكن هو يسير بالتوازي، بيفتح علاقات مع كل الدول، بيستفيد اقتصاديا بقدر المستطاع من كل الدول. كل فرصة بتجيله من ناحية أي دولة بيستغلها أفضل استغلال ممكن. احنا شفنا في الولايات المتحدة بيستفيد ايه اللي ممكن تدوله لك الولايات المتحده، بيستفيد منه، اتجه شرقا للصين، اتجه شرقا لروسيا، بيتجه للبحر المتوسط، قبرص واليونان، بيستفيد بكل الامكانيات وكل الفرص اللي بتجيله. علشان يعني احنا كنا فين في 2014 واحنا بقينا نشوف 2018 كنا فين. يعني احنا لو شفنا امبارح مثلا يعني بيوت الخبره العالميه زي تقرير التنافسيه العالميه الخاص ب 2018 صدر اول امبارح او من يومين تقريبا، مصر يمكن انا زي ما كنت قلت قبل كده ان هي مصر اتقدمت 10 و15 مركز في 2017، في 2018 كمان اتقدمت 6 مراكز، بقينا الرقم 94 عالميا. هو 94 عالميا مش كويس، ولكن نحن في تقدم مستمر. ده كله ده كنا كام يا فندم؟ كنا من 3 سنين كنا تقريبا 118 او 120. لكن احنا تقدمنا وطبعا يعني هذا تقدم الرقم، يعني هذا رقم تحديدا ان هو يتحقق من خلال سنوات قليلة أعطى يعني لا يعتبر إنجاز. يمكن السنة اللي فاتت لما تقدمنا 15 مركز دفعة واحدة كنا في 2016 115، في 2017 كنا 100، يمكن كانت من أكتر دول العالم اللي اتحركت عدد كبير من المراكز مصر. يمكن السنة دي كمان تقدمنا 6 مراكز بقينا 94. ده نتيجة التحسينات 2022 ممكن نبقى يعني ممكن نوصل لمرحلة السبعينيات. ده يعني يكون حاجة كويسة لا بأس بيها، يعني تقدم مستمر. احنا لو جينا شفنا في تقرير التنافسية العالمية اللي هو صادر عن منتدى الاقتصاد العالمي في دافوس في تفاصيل هذا المؤشر، هنلاقي ان هو ادى يعني درجة جيدة لمصر او درجة عالية في السوق، عندها حجم سوق كبير، ادى درجة كويسة جدا لمصر في البنية التحتية والمرافق والتسهيلات اللي بتقدمها. كل الامور دي بتنعكس طبعا على وضع مصر دوليا. فاحنا لو جينا فطبعا كل هذه التقارير وكل هذه المقومات، طبعا دولة زي روسيا ورئيسها راجل ليه خلفية عسكرية وكان مخابراتي سابق، فهو يعي جيدا وضع مصر اقتصاديا، واعي جيدا وضع مصر العسكري، واعي جيدا ان مصر دولة لها وزن في المنطقة ودولة فعالة. يعني مثلا دولة زي مصر اكيد عمرها ما هتتعرض لاي يعني اي نوع من انواع الهراءات اللي مثلا حد يحاول يتعرض لها او يتعرض ليها او يتعرض باي شخص زي اي مثلا تهديد يعني كان ليه اثر بالظبط. ملف الامن يعني لا مش معقوله هتيجي دوله يعني كانت تهدد مصر عسكريا مثلا زي ما بيحصل لبعض الدول الجوار، حد يهدد دوله او يهدد مثلا ان هي احنا اللي بنحميها والكلام ده كله، طبعا استحاله يحصل الكلام ده مصر. طيب في زاويه تانية دايما بنتابعها ونقراها كتير في طبيعه العلاقات والطفره الخارجية اللي مصر حققتها خاصة مع هذه الدول الكبرى سواء كانت روسيا أو الصين، أن وضع مصر في أفريقيا في الفترة الأخيرة، وأن مصر اتجهت يعني إحياء وانتعاش العلاقات المصرية الأفريقية كثيرا في الفترة الأخيرة، ساهم بشكل إيجابي في أن المستثمر الروسي أو المستثمر الصيني يبدأ أن هو ينظر لمصر بزاوية الدولة ليست فقط العربية ولكن الدولة الإفريقية في المقام الأول. تتفق ولا بتختلف؟ طبعا أتفق جدا جدا. يمكن الرئيس السيسي برضو منذ توليه الحكم نظر لأفريقيا، أنا زي ما قلت لحضرتك أن 80 أكثر من 80 زيارة خارجية ثلثهم تقريبا أو 30% منهم تقريبا لأفريقيا، زار أكثر من نص الدول الأفريقية تقريبا، دخل في اتفاقيات اقتصادية وتجارة حرة مع الدول الأفريقية سواء الكوميسا أو تدشين المناطق الاقتصادية الكبيرة، أصبحت مصر نافذة لأفريقيا. يعني حتى لو جيت وإحنا لو رجعنا تاني هنشوف برضو روسيا، الصين، الولايات المتحدة، كل ده عينه على افريقيا، سوق كبير واسع جدا. يمكن الدول دي بتحاول بقدر المستطاع ان هي عايزه تعمل سوق ليها، تنفذ منتجاتها نفاذ لباقي الاسواق، لان النفاذ لمنتجات تلك الدول ده بيمثل مكسب ليها، بيمثل معدل نمو لاقتصادها. فروسيا تضع نظرها على السوق الافريقيه، تنطلق من عن طريق مصر، والمدينه الصناعيه الروسيه اللي هي مدينه الشمس تصنع وتصدر لافريقيا، والصين ايضا نفس وكذلك نفس القصه، وهم برضو عايزين يستفيدوا من حجم كبير من اتفاقيات التجاريه والتجارة الحرة اللي مصر عقدها ليس فقط مع الدول الأفريقية، ولكن أيضا مع المنطقة العربية أو مع الاتحاد الأوروبي، أو أخيرا الاتفاقية اللي هم تقريبا ابتدوا يعملوها الاتحاد الأوراسي أو الاتحاد الاقتصادي الأوراسي اللي فيه روسيا وأرمينيا وكازاخستان
وروسيا البيضاء. كمان احنا حتى لو شفنا ان يمكن روسيا طبعا من ضمن الاتفاقات ان هي هتعمل مصنع لعربيات السكك الحديد في مصر، هي يمكن تاني مصنع ليها في افريقيا، مصنع في جنوب افريقيا بالاضافه الى المصنع اللي هيكون في مصر علشان تغذي منطقه الشمال الافريقي. وايضا الصين بتبني عدد كبير من المصانع في مصر زي مصانع الغزل والنسيج، منطقه السادات فيها منطقه للغزل والنسيج ملك الصين او منطقه صينيه، وكمان الصين هتقوم بعمليه اعاده يعني تاهيل لمناطق لمصانع الغزل والنسيج اللي موجوده في المحله. وفي نفس الوقت برضه روسيا هتعمل عمليه تاهيل لمصانع الحديد والصلب اللي موجوده في حلوان. ده بالنهايه كله بينعكس على أكيد. العلاقات. ويمكن برضه احنا علاقتنا بروسيا يعني اعاده تاهيل المصانع اللي موجوده، يمكن يعني التاريخ بيعيد نفسه، في فتره الستينيات كانت اول استراتيجيه صناعيه قامت بها مصر في عهد الرئيس جمال عبد الناصر من سنه 57، وكانت روسيا ليها دور كبير جدا ان هي تبني عدد كبير من المصانع زي مصنع الالومنيوم ومصانع الحديد والصلب وتلك المصانع اللي بنت في تلك الفترة. طيب أنا يمكن هاخد من كلام حضرتك دلوقتي وأختم حواري معاك بنقطة مهمة جدا، الشراكة الروسية المصرية إزاي هنبقى بنشاهد تطوير في العلاقات وتقوية العلاقات من خلال محطة الضبع النووي. محطة الضبع النووية إزاي هتساهم في تقوية العلاقات الاستراتيجية والاقتصادية ما بين روسيا ومصر؟ عايز اقول ان محطة الضبع النووية هي ليس فقط لتوليد الكهرباء، انت هتوطن عندك صناعة النووية، الصناعة النووية السلمية طبعا اللي تستخدم في الطب وتستخدم في الزراعة وتستخدم في الهندسة وتستخدم في تحلية مياه البحر، في مدرسة فنية يمكن فتحت ابوابها وابتدى ياخدوا فيها عدد من الطلاب، هتبقى داخليه اعلن عنها اتكلم عنها السيد الرئيس، هتتدرب هيبقى عندك جيل جديد من الفنيين والمهندسين بيشتغلوا في الطاقه النوويه. في نفس الوقت كمان احنا لو شفنا عدد الجامعات الجديده اللي بتتبني هنلاقي ان ابتدى يبقى لدينا اقسام الطاقه النوويه والطاقه الذريه في اكاديميه الجلاله العليا، الجامعه برضو اللي تحدث عنها السيد الرئيس. اذا ده بتقوي العلاقه، بتبقى تلك العقود فيها اتفاقية ان على المدى الطويل لمدة 15 سنة يتم تدريب العمال والفنيين المصريين وهكذا. دكتور كريم العمدة أستاذ الاقتصاد السياسي، أنا بشكر حضرتك شكرا جزيلا على المشاركة والإيضاحات. ومشاهدينا الكرام، دقائق قليلة وألقاكم من جديد، ولكن في نشرة إخبارية مفصلة دائما، ابقوا معنا. شكرا.